العالم العربي مع القضية الإيرانية، وكيف انقسم وعن ماذا تحدث ومن الذي تجاهل هذا الموضوع وكأنه لم يكن أو وضع خبر صغير ضمن الأخبار أدناه. نتابع هذا التلخيص في موقع العربية. عنوان متحمس لما يحدث في إيران: انتفاضة إيران تتوسع، دعوات للتظاهر بسبعين مدينة الأحد، مواجهات مع الأمن، والمحتجون يتعرضون للضرب بالعصي والهروات والرصاص الحي. عنوان آخر من أصل سبع عناوين على الصفحة الأولى في موقع العربية: اقتباس من ترامب، ترامب الشعب الإيراني يريد التغيير والحكومة تخشاه. أيضاً وأيضاً في العربية: احتجاجات إيران، حرق محطة بترول في مدينة كرج. يأتي ذلك فيما حذرت الداخلية الإيرانية من أن الحكومة ستتصدى لمن يستخدمون العنف ويثيرون الفوضى، فيما تأهبت القوات البرية والبحرية للجيش والحرس الثوري الإيراني وتشكيل مقر مشترك لقوى الأمن الإيرانية لقمع المظاهرات، إلى جانب استدعاء كافة القادة العسكريين إلى المقرات المشتركة للجيش والشرطة والحرس في إيران. صحيفة الأهرام المصرية أخذت منحى مختلف في حديثها عن ما يحدث في إيران، فجاء عنوانها: أنصار النظام الإيراني يتظاهرون ضد انتفاضة الغلاء وترامب يراقب. اشتعل الشارع الإيراني بين المظاهرات الاحتجاجية تحت الشعار لا للغلاء والأخرى المؤيدة لنظام الرئيس حسن روحاني، وسط مخاوف من حدوث صدامات. أما في صحيفة رأي اليوم كان عنوانا مركزيا عن الشأن الإيراني، جاء فيه ما يلي: ترامب يحذر إيران بأن العالم يراقب ويطالبها باحترام حقوق شعبها بعد مظاهرات مناهضة للحكومة عمت ست مدن إيرانية، وطهران تصف تصريحات ترامب بالانتهازية، والشعب الإيراني لا يضع أي قيمة لهذه المزاعم. بينما في عنوان آخر يحرص على عرض عدة وجهات نظر من إيران، جاء في رأي اليوم: تظاهرتان متنافستان أمام جامعة طهران بين مؤيد للسلطة ومعارض، والحكومة الإيرانية تطلب من مواطنيها عدم المشاركة في تجمعات مخالفة للقانون. وفي عنوان ثالث لرأي اليوم فيه إيران وفيه إسرائيل، جاء: ليبرمان: إيران وراء ثلاث صواريخ أطلقت من قطاع غزة يوم الجمعة. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: تم رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل، واعترضت منظومة القبة الحديدية صاروخين منها دون توضيح مصير الصاروخ الثالث. إذن أستاذ أمين، شاهدنا بأن أيضا الإعلام العربي يتحدث قسم متحمس لما يحدث في إيران، ويتحدث بأنه ثورة وشوارع وانتفاض وكأنه بداية انقلاب، وقسم أكثر متزن ينظر وحذر. كيف تقرأ ذلك؟ طلع، نحن شايفين العالم العربي مقسوم، حتى ناس مع إيران ناس ضد إيران، ولكن في محور اللي مبين أنه هو ضد إيران، ضد إيران، وهذا اللي هو يجاهر في ذلك، يجاهر في ذلك والنهار. ولا يخجل بذلك، بالعكس بحاول، حتى إذا نقرأ العناوين هو مش بس عم ينقل حدث، وإنما إلى حد ما هو عم بيحفز على صناعة حدث. نعم، على صناعة حدث، برغم أنه حذر، لأنه ما بدهم يرجع الإعلام العربي يقع بنفس البداية اللي وقعت فيها الأزمة بسوريا قبل كم سنة. يعني انت شايف في تقارب في التصرف، في تصرف الاعلام بدايه هون وبدايه سوريا بالضبط، لأن النظام الايراني هو نظام شمولي ونظام قاسي جدا ونظام عنيف، ومش بس هيك هو نظام متماسك اصلا. اضف لشغله تاني انه النظام الايراني عنده القدره يزت مصاري بالشارع ويسكت الناس اذا فعلا القضيه قضيه غلاء معيشي. بس انا برايي مثل ما قال دكتور إلداد برضو، القضيه مش قضيه غلاء معيشي، لانه قبل الاتفاق النووي إيران كان وضع أصعب بكثير، لأنه كان عليها حصار اقتصادي كبير جداً، وما شفنا مظاهرات ولا أحداث بتحكي عن غلاء معيشي وإلى آخره. فإذا منشوف الإعلام اللي ما بده يفوت بما معه لا يصير أحسن ما يصير فيه مثل ما صار بالزمانات بالأحداث بداية الأزمة السورية. ولكن لا شك أنه إذا نأخذ الجزيري مثلاً، الجزيري عم تنقل حدث أول مرة بتحس محطة متزني، محطة موضوعية وإلى آخره. نقدر نستوعب أو نحلل أستاذ أمين أنه هذا يعود إلى الوضع الأخير مع قطر، ما حدث آخر ست أشهر مع قطر؟ ما في شك، نحن حكينا بدنا ولا ما بدنا، الإعلام العربي هو مقسوم شيعة وسني، إعلام يدعم الشيعة وإعلام مثل ما العالم العربي مقسوم،
هذا ما عاد في سر، يعني ما بتقدر ما تحكي فيه، ما بتقدر تخبيه، موضوع مبين سني وشيعة. نعم. والإعلام نفس الحالة. أستاذ أمين، صحيفة الأهرام هي صحيفة مركزية وعريقة في مصر، ويمكن أن نقول بطريقة أو بأخرى أنها تعبر عن نبض الشارع المصري، عن رؤية القيادة المصرية. رأينا هدوء واتزان في عنوان، ولكن العنوان ينقل بشكل موضوعي. دقيق موضوعي دون أي موقف، دون هل يعبر ذلك بتقديرك عن موقف مصر، رأي مصر، تحرك مصر مما قد يحدث في إيران أو بدأ يحدث؟ طلع الأزمة المصرية، مصر فيها أزمة تختلف عن كل الأزمات، بدنا يعني مصر فيها حرب على الإرهاب كل يوم، قتل امبارح فجروا كنيسي اللي راح فيها قتلة كثير وضحايا كثير، وسيناء اللي ملاني خلايا تخريبية وخلايا مصر كمان وضع الاقتصادي مش هذاك الوضع الاقتصادي الجيد جدا. فمصر برأيي هي ماشي على حد، يعني أنا مش مع حدا ومش ضد حدا بالتصريحات الإعلامية، فعم بتحافظ على توازن، لعب المتوازن ما بين الأقطاب، وما بين من ناحية بتلاقيها مع الأزمة السورية هي بتقلك أوكي لازم نوصل لحل، ولكن هي عم تدعم النظام السوري، أو بتقول ما بتقول تعن نشيل نظام الأسد. بالنسبة لقطر أوكي موقفها حاد من قطر، موقفها حاد من تركيا، ها موضوع تاني.